بنتي، جيسبر كو فو زالي بيان، جو تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا ربي العزيز في هذا النهار. دونك هذا الفيديو يخص النساء والرجال، الاباء والامهات. الاباء والامهات بزاف دي ميساج يوصلوني في الانستغرام، يقولك الله يبارك تعرفي تربي بنتك، نسمعوا كيفاش تهدري معاها، نسمعوها كيفاش تواجبك، تعرف تقول ميرسي، تعرف يعني تعرف للصواب، تعرف تصاوب مالغري كو راها صغيره في عملها، غير في عملها، في عملها عملها عملها، سمعتوا هذه يعني عمرها عامين ونص، ولكن فوالا تعرف تصاوب، تفهميتو كيفاش وصلنا لهذه المرحله مع بنتي. درك نقول لكم، وثاني نصيحه 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 نصيحه، وصلني واحد الميساج اللي ضرني في قلبي، وحده قالت لي انا ولدي عنده 3 سنين ويضربني. ماشي شوفي درك نفهمك، درك نقول لك، درك فوالا على حسب خبرتي انا نعطيك المعلومات اللي عندي. بغيتي تستفادي مرحبا، ما بغيتيش تستفادي اختي مرحبا. فوالا قبل ما نبداو لا فيديو ديروا لي لايك، واللي اول مره تشوف لا فيديو تاعي دير لي سبسكرايب بلون اللي هي مكتوبه بلونغلي، ولا ابوني بالفرنسي، ولا اضافه باللغه العربيه. مرحبا بكم في قناتي. فوالا وما تنساوش اخر الفيديو ديروا لي دي كومونتير على المواضيع اللي حابين نهضر فيهم. دونك البنات، انا بنتي كيفاش علمتها الوغ كو صغيره، كيفاش فوالا فوالا يا والناس اللي يقول لك ما يفهمش خليه برك، او صغير خليه برك، او خليه برك، لا ما كانش خليه برك، ما كانش ما يفهمش، ما كانش صغير. راه مني في عمره 6 شهور نتحاور معاه كاني نتحاور مع انسان كبير، مع شخص كبير. وي يفهم، يفهم، روح يشوف الاطباء الكبار، لي بيدياتر الكبار يقولوا لك ان البيبي ابارتير دو 6 موا يبدا يفهم، يبدا يفهم كل شيء، كل شيء. شوفي لاحظي غير حاجه واحده، 6 موا تقولي له ايا فيا يهز يديه باش يجيك، وهذا ما يفهمش يفهم. دونك ابارتير دو 6 موا عاودي روحك وعاودي ولدك انك تتحاوري معاه، انه يكون حوار بينك وبينه، انه ما كانش هيك تاع اسكت نو 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 لا 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 لا، وليو تقولي له هذيك اسكت، هذيك اسكت، كي تقوليها له بهذيك الطريقه راه هو راح يعاند، راه سي كامسا. وراه البيبي عندهم واحد لا فورس اللي حنا الكبار ما عندناش، سي فغي هما دي فوا يهبلونا، دي فوا دي فوا ما تكونش عندنا لا باسيونس، مي بون هادي راه امانه من عند الله، راه ماهمش غير اولادنا، راها امانه من عند الله، لازم ولا نتهلاو فيها. وراه ذنوب هذيك كي نضربوهم، ولا كي نعيطو عليهم، ولا كي نحقروهم، راه بيبي صغير ما يقدرش يدافع على روحو، حرام. دونك فوالا قلت لكم من 6 شهور تعلموا انكم تتحاوروا معاهم. باغ اكزومبل انا بنتي كنت نحكمها، وي ماما راه وقت الماكله لازم ناكلو باش نروحو نديرو لاسيست، ولا باش نروحو نرقدو باش نكبر ونوليو كبار كيما ماما، باش فوالا نتحاور معاها باي طريقه، فوالا بطريقتي انت بطريقتك، كل واحد بطريقته. مانيش نقولك زعما استخدمي طريقتي ولا لا، الطريقه اللي تعجبك، ولكن تحاور مع ولدك، ولا تحاوري مع ولدك. واللي يقول لك انا ولدي ما يفهمش، نو البيبي يفهم، سي جوست فوالا يفوا افوار ان بو دو باسيونس، لازم يكون عندك الصبر. علاش ربي قال لك الصبر مفتاح الفرج؟ الصبر مفتاح الفرج. انا بنتي شوفوا راني ما نهضر معاها ما والو، راه الناس اللي جاوا عندي للدار ويعرفوني وشافوا بنتي كي دايره، زعما كي نحط العشاء ولا كنحط صينيه تاع القهوه ما تحطش يدها في الطابله غير لو قلت لها انا هزي هذيك الحاجه وكليها. هذه راها التربيه، ما تقولوليش دري صغير لازم يمس، نو ما يمسش، وما نضربهاش غير هاك بعينيا نحمر فيها سيتو. دونك فوالا غير حمري، ما تولفيهش على الضرب، باسكو كون ولفتي ولدك ولا بنتك على الضرب راح يجي راسو يبس وما هوش راح يفهم لك، يا وحتى لو كانت تضربي 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 ما يفهمش. الضرب يا عباد الله راه ما يجيبش نتيجه مع لي زونفون، سورتو با لي زونفون، راه من غير انه ما يجيبش نتيجه راه عيب وعار علينا، حنا رانا كبار وعندنا عقل ورانا بالغين، وراه امانه من عند الله، وراه ذنوب اللي نديو فيها هذوك نضربوها واختي. لا لا دونك فوالا. واللي تقول لي انا ولدي عنيف، انا ولدي، انا بنتي عنيفه، انا ولدي يضرب، انا ولدي فوالا، دونك نفهمك ولدك علاش يضربك، علاش يضرب، نفهمك علاش يضرب، ونفهمك علاش عنيف، ومن بعد انت وحدك اذا كنت ذكيه راح تفهمي وراح تطبقي الطريقه الصحيحه.
صحيحه لولدك فوالا باش يروح منه هذاك العنف باش يتنحى له نهائيا. باغ اكزومبل علاش ولدك عنيف ولا بنتك عنيفه؟ باغ اكزومبل في يدها هذا الشيء وجا وقت الماكله ولازمها تنوض تقعد في لاطابل تاكل ولازم تحط هذا الشيء من يدها ما تروحش به لاطابل. هذه سي نورمال لي جوي ما خصهمش يكونوا فوق لاطابل. هذا الشيء انت تقولي له حطيه ولا حطيه المره الاولى وروحي تاكلي تقول لك لا راه سي بيان هذيك لا اللي يقولوها عرفتي سي كوا هذيك لا راه سا فوجير كو هذاك لو بيبي راه عنده كاركتير راه عنده شخصيه راه هذاك البيبي راه عنده شخصيه انت كتقولي له لا ما تقولش لا راكي قاعده تقتلي له في الشخصيه تاعو او كونترير البيبي خليه يتعلم يقول لا باش كي يكبر يولي يعرف يقول لا للحوايج اللي ماهمش ملاح. راه الناس قاعدين يخلصوا فراهم باش يدي ولادهم الدكاترة نفسيين باش يولي عندهم كاركتير ويوليو يقولوا نو. خلي البيبي يقول نو. انا بنتي تقول نو وي نفرح نخليها تقول نو بوكوا با كي تقولي نو اسنو صح نفهمكم بعدا نعطيكم لي زاستوس. باغ اكزومبل قال لك نو ما نحطش انت قلت له حط باكا هيا توكل نو حط لا ما نحطش تجي انت واش ديري له؟ راني باينه وشفتها في قداه من وحده قداه من وحده وقداه من واحد يديروها لولادهم تجي تخطف له هاد الشيء من يدو ترتخو. عرفتي هذيك الخطفه اللي درتيها له كيما هاك انت هذاك سي ان شوك بور لو بيبي هذاك سي ان شوك بور لو بيبي وي سي ان شوك بور لو بيبي هذاك سي ان شوك. انا قبل ما نولد بنتي الفتره تاع الولاده كامله هذيك الراحه فاش استغليتها اني تبعت دكاتره نفسيين تاع الاطفال اني سمعت نصائحهم وانه الحمد لله جابوا معايا نتيجه وهاهي الله يبارك بنتي ما شاء الله. اتمنى كاع ولادكم يكونوا كيما بنتي مأدبه مش كعات بنتي ولكن مأدبه وتسمع الهضره تسمع. كنت نحي له ولا انت هذاك الشيء كيما هكاك وترميه اليوم وغدوة هو تاني كي تكون يهز البورطابل تاعك ولا راح يجي يخطفهولك من يدك. هذيك راه السلوك العنيف راك انت اللي تعلمينو فيه. راه البيبي مستحيل تقولي لي انا جو سي جونتي افيك لو هو عنيف راه ما كايناش ما كايناش ما كايناش ما كايناش ما كايناش. البيبي كيشوف العنف في الدار راح يكبر عنيف. البيبي كيشوف الواحد معاه بوزي وعاطيه الخاطر وعاطيه الصبر راح يكبر بالخاطر وبالصبر حتى هو مع الناس. سي كومسا واحد ما يقنعني فيها هادي فوالا. دونك هادشي راه شوك واش ديري عوضا انك تجي تنحيلو هذاك الشيء من يدو ولا تنحيلها من يدها واش ندير انا بنتي ديري ديما ديما واش ندير نقولها ماما حط هيا ناكل اون فامونجي تقولي نو قولها بنتي هيا اون فامونجي نزيد لها الثالثه قالت لولا عسلت انا وصلت الثالثه حصل الثالثه نروح لها نقعد لها اجنو باش نولي في الطول تاعها نقولها ماما اون دو مانجي باش من بعد نديرو لا دوش ولا اون لاف لي دون باسكو انا بنتي تموت على لا دوش. البيبي غير طمعيه برك فيان اون فا مانجي باش نشيل لك الحلوه ولا باش ندير لك لا دوش ولا باش نغسلو السنين ولا باش نعطيك التليفون ولا غير هاك غير هاك ياكل بلا ضرب وبلا عياط وبلا والو والو باسكو هذاك الضرب والعياط والله 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 اكثر من ما كاينش راح تفيديها اكثر من راح تصنعي واحد الوحش في هذاك البيبي. راه البيبي انت اللي قاعده تصنعي فيه شي هذاك ولدك راك انت المسؤوله عليه وانت اللي تصنعي فيه. دونك هذاك البيبي الا ما عاملتيش بطريقه صحيحه راكي قاعده تصنعي فيه وحش نقولها لك من الاخر. فوالا عطيت لكم الطريقه اللي قلت لكم المحاوره تحاولي معاه انت بعدا عودي نفسك عودي نفسك امسكي روحك هاك تهزي يدك امسكي روحك امسكي روحك فوالا امسكي روحك بالسيف عليك انا تاني دي فوا راه نحب نعطيها هاك ولكن نمسك روحي واش راه ندير قاعده قد هاك مسكينه هنا تسع الا اخي ما تعرفش حتى تدافع على روحها. انا تاني حاجه باغ اكزومبل انا لا ولدك قاعد يتفرج في لاطيلي ولازم له يرقد. سمعي معايا مليح سمعي مليح وركزي. يتفرج في لاطيلي وبنت لك انت لازم يرقد صايي وقت النوم من حقك وي من حقك فوالا
تقول له نوت ترقد، يقول لك لا نوت ترقد، لا نوت ترقد، نص ساعة عايز تقول لك نوت ترقد، تروحي انت كي معاكك وتطرشيه. عارفين هذيك الطرشة، هذيك الطرشة سان تروماتيزم للبيبي، هذاك سي ان شوك، هذاك سي ان شوك بور لو بيبي ولا بور لانفون، هذاك سي ان شوك ما تضربيش. واه الضرب ما يجيبش نتيجة. عرفتي في فرنسا يزون انترجي شتي هادوك لي فيسيي، زعما تضربي هاك على لي فيس راه انترجي، ولات في فرنسا وعندهم الحق فيها، والله عندهم الحق فيها. واش ديري له؟ سرسلي معاه غير بالعقل، طفي لا تيلي، عرفتي قبل ما تطفي لا تيلي، هيا يا مايا نروحو نردو، هيا طمعيه بحوايج زعما تشريهم له بالمحاورة بهداك الشي يروح يرقد. اللي عنيد بزاف بزاف طفي غير لا تيلي وهزيه في بلاصتو ترقد. هاني قاعده قدامك حتى ترقد، هاني قاعده هنا ما تحركش ارقد، ما نضربكش، هاني قاعده قدامك نقلبك نخرجهولك، ولكن ترقد سي كوم سا. على انك تعذبيه بالضرب عذبيه بهذيك الطريقه، ارقد هاني قدامك ما تحركش، باسكو يقعد يلعب. هاني قدامك ما تحركش حتى ترقد، ارقد دودو دودو كما ندير البنت يلا قوم دودو تعاود ترقد. وتاني شفتو هذيك اللقطه اللي قلت لكم عليها، اللي وحده قالت لي في الانستغرام، هاني جاوبت قالت لي انا بنتي ديما يشكيو فيها منها في المدرسه، عنيفه تنحي الحوايج تاع الدراري تضرب الدراري. راكم ما جيتيش انت دير لها في هذاك الشيء، راه ما ديروش لي زونفون في ليكول. دونك هذيك اللقطه تاع هاك اللي نحيتي لها من يدها هي، واش راح دير غدوه طفله في ليكول عندها ان كريون ولا عندها ان كاي عجبها ولا تروح طيره لها نورمال من يدها، هذاك راه عنف. دونك البيبي لو كان ما يشوفش هاد الشيء في الدار ما يديروش في ليكول، مستحيل. انا بنتي ما عمرهم شكاو منها في ليكول، او كونطخيغ تموت على لي زونفون وتلعب مع لي زونفون وحنينه، وتلقاوها دير لهم هاك في ليكانا كيما انا معلمتها ليكانا، والبوس حنينه بنتي، اللي يعرفها يعرفها بلي حنينه. معلمتها اوليو اني نضربها نحضنها هاك نتكلمه، شتي اوليو تجيك هذيك الغمه والقنطه انك تضربيه، لا حضنيه وديري له غير هكا. شتي هذيك اللي ديري له بها هكا راه حنانه، هذيك راه تعطيه واحد الاحساس راه اللي جامي صرا. دونك بنتي في ليكول ديما يقولوا لي الي الي ترو جونتيل، زعما تبقى تبوس وتحضن وفلا، الي كمسة الي كمسة تروح. باغ اكزومبل انا درك نقولها عندها هاد باغ اكزومبل هاد القرعه تاع الماء، نقولها ما مونش با فاغ سيت بوتي دو سيل تو بلي، راه ماشي كي عاد صغيره نستحقروها وما نقولولهاش يعني بليز سيل تو بلي يعني من فضلك، لا راه من الصغر يتعلموا الادب والصواب، راه ضروري من الصغر تعلموهم الادب والصواب. باغ اكزومبل حتى درك انت عطيتيها كيما نقولوا هاد الحلوه هانتي، وما قالت لك شكرا، ما قالت لكش ميرسي، ما قالت لكش ثانكيو، انت تقوليها باش تبيني لها بلي راها غلطه. انا تاني بنتي دي فوا تنساها، كي نعطيها نقولها مايلا ميرسي، تقولي ميرسي ماما، نقولها دو ريان فوالا. بشويه 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 يتعلموا. كي نعودو داخلين باغ اكزومبل كيما قبيله رحنا لا فارماسي، تقول بونجور مدام بونجور مسيو، كي نعودو خارجين تنسى هي كلمه اوغفوار بنتي، نقولها قولي اوغفوار ماما، تقولهم اغفا. دونك انت اللي لازمك تعلمي هذاك البيبي، راكي انت اللي قاعده تكوني في شخصيه، وانت اللي قاعده وشوفوا يعيشكم، خليوا البيبي يقول نو، خليوه يقول نو، راه نو هذيك راها شخصيه، راها شخصيه قويه، راه واحد اللي يقول نو فوالا سي بيان. راه الناس هنا تخلص في الدراهم باش ولادهم يتعلموا يقولوا نو، باش يتعلموا تكون عندهم شخصيه، واللي عندهم ولادهم مساكن فيهم التوحد. دونك فوالا هذه الفيديو تاعي، ان شاء الله كنت فدتكم معلومه ولا زوز، ونقول لكم نحبكم البنات، لوف يو. اللي عجبتها لا فيديو دير لايك، وما تنساوش اللي اول مره تشوفني دير لي سبسكرايب، خليو لي دي كومونتير لتحت باسكو سان في بليزير من نقرا لي كومونتير تاعكم. و فوالا نقول لكم لوف يو اول حبيباتي، اوغفوار، باي باي، نشوفكم لا فيديو الجايه ان شاء الله.